لمتابعة الأخبار وكواليس النجوم زوروا موقع كلاكيت الفني www.clacketnews.com. الفنان الجميل محمود الفنان الجميل محمود حجازي بيرحب بيك معانا النهارده في كلاكيت. انت بدأت قلت ايه مش سامعك. بنرحب بيك في كلاكيت معانا. اهلا بيك. ايه الاخبار؟ قلنا مشاركتك في فيلم مهم زي في عز الدور النهارده وتفاصيل دورك ايه في الفيلم؟ اولا انا مبسوط جدا ان بصراحه كل اللي حوالينا اول مره نشتغل مع بعض تقريبا. يعني انا اول مره اشتغل مع المخرج مرقس عادل، المؤلف كريم سرور، ان ده اول فيلم ليه كتاليفه، فيلم كبير ان هو عمل كذا حاجه تانية وكاتب كذا حاجه تانية لسه. شركه سيجنال فيلم داخله بقوه جدا عايزه تعمل سينما مهمه كمان، عشان كده تارجته في ان يبقى الفيلم بطله مينا مسعود. فكل التولز اللي حواليك مبهره، والابطال بتوع الفيلم كلهم بجد حاجه مشرفه جدا، وانا فخور ان انا جزء من الفيلم ده من ورا الكاميرا من قدام الكاميرا من كل الناس. ان شاء الله انا وعدتكم بفيلم مهم، فيلم يكون في غني، في اكشن، في دراما، في العناصر كلها تبقى جيده ومكمله ببعض. يعني السوشيال ميديا كانت مقلوبه اليومين اللي فاتوا على صورك مع اسماء، بيقولوا وراء كل رجل عظيم امراه. انت تعمل بص، يعني اسم ربنا يخليها ليا بجد، والله العظيم ربنا يخليها ليا، ست جميله جدا، وكمان انا ببسط من هي بتعمل حاجات بتعلق مع الناس، عندها جمهور بنات رهيب وعايزين يعرفوا انت بتعملي ايه، نظام ايه الميك اب اللي انت بتعمليه، انت بتعملي ايه؟ طيب فاكرها بتديني الموبايل. بجد انا دايما ببقى خايف عليها اكتر، بقول لها شوف انت حابه تعملي ايه، يلا ننجح في ايه، يلا نعمل كذا. هي عندها طاقه رهيبه ولسه يعني ان شاء الله هتشوفوا حاجات كتير حلوه.